انا ايوه انت امورين انت محمد حسين انا محمد حسين دلعوني بحماده انت بقى هتدلعيني بايه افندم هتدلعيني بايه انا ما قلتش هتدلعيني بايه امال قلت ايه قلت هتندهيني بايه ممكن لو سمحت تبطل اسلوبك البذيء ده بذيء ايه وفيونكا ايه انت مين اصلا انا الاستاذ ايمان اللي بعت خليهم يجيبوك عشان تشتغل هنا اهدى طيب انا ما اعرفش كل اللي حصل وانا مش موجود اتفضل يلا تعالى ورايا يا ريت ايه ايه يا ريت دي انا ما قلتش يا ريت امال قلت ايه انا قلت انا جيت اتفضل يلا تعالى ورايا شارد. وبعدين بقى ايه قط جبل شارد دي انا ما قلتش قط جبل شارد امال قلت ايه انا قلت هقط شنب جامد عشان الوظيفه يعني مش دي وظيفه لازم اقط اتفضل يلا تعالى ورايا مين ده يا ايمان محمد حسين السواق الجديد يا فندم اسمك ايه يا ابني فضل شاكر نعم ما قلت لك محمد حسين يا باشا بتعرف تسوق؟ لا مش من دسوق بتعرف تسوق؟ لا لا طبعا بعرف اسوق رخصة؟ معاك رخصة سواقة؟ أنا أول مرة أسمع الوقت طبعا معايا رخصة ما بسوق كده سعادتك من عليك غلباوي والله لا غلباوي ولا زملكاوي بشجعش الكورة أنا إيمان خد الراجل ده من قدامي يلبس بدلة عم إبراهيم ويستنى بره الأوتيل جنب العربية مستر شوقي لسه مبلغيني دلوقتي إن الشيف كمال مش عايز يطلع من الصالة الفي آي بي عايز ينزل وسط الناس لا يا فندم مفيش حد بيضحك انا مش عارف يا دي بدلة عم ابراهيم ولا ده الصوان بتاعه هي بصراحة كبيرة عليك حبتين بس معلش اهو يوم وهيعدي قولي لي بقى امان باشا احنا رايحين نجيب مين احنا رايحين نجيب اهم رسام عالمي في اوروبا هو مولود في مصر بس جاي هو وبنته بعد رحلة نجاح وكفاح 37 سنة لحد ما بقى الدكتور شريف كمان وقرر يرجع مصر النهارده وراجع ليه بقى ممكن تقول حالة حنين وحنين عامله ايه دلوقتي لو سمحت ممكن تصوم انت ساكت حاضر الله حلو قوي ريحة البرفيون ده اسمه ايه خليك حلو اسم جديد برضه في منه رجالي لا 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 مش ممكن مش ممكن لا والله بجد مفيش منه خالص كده هو انت ايه ما بتسكتش اسكت افصل سوق انت ساكت حاضر شريف كمال شريف كمال شريف كمال يلا يا جدعان شريف كمال ايوه 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 شريف كمال ايوه 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 انا ايوه يا حاج شريف كمال شريف انا شريف زفت انا مش عايز شريف زفت انا عايز شريف كمال انا شريف كمال اللي من فرنسا الله باشا شريف كمال اللي من فرنسا استاذ ايمان ايمان باشا شريف كمال من فرنسا اهلا وسهلا يا فندم حضرتك نورت مصر والله الله يخليك انا ايمان منصور مندوبه من الاوتيل اللي حضرتك هتشرف فيه اهلا وسهلا بنتي لوجين اهلا وسهلا يا فندم حضرتك نورت ايه يا شريف هنقعد كتير واقفين ولا ايه لا 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 ابدا مش تعرفين على المسيو المسيو محمد حسين يا فندم دلوني بحماده شكرا انا عايز الشنطه بتاعتي الصغيره حاضر الشنطه الصغيره اتفضل يا باشا وحقن الانسولين اللي باخده اتفضل ايه ده ايه ده ايه ده مش ده تمثال رمسيس اللي كان عند محطه مصر لا ده تقليد يا باشا فيتي كوبي يعني لزوم السياحه لزوم السياحه يوم يهدي ظهره اللي جاي من المطار ولا المفروض يستقبل السواح بوشه والله هو مدي ظهره للداخلين البلد يا تقدر تقول واخد حذره تمويه يعني انما بقى اللي يجي خارج منها يلاقي رمسيس واقف له يعني قد تكون سياسه بلد مثلا لندغ الارهاب لا حبيبي مصر طول عمرها محروسة يا ما جه عليها ناس وراحوا وهي على طول مصر دي أم الدنيا بلد المعز بلد المعز أم المصريين وأم الخلول أم الخلول؟ مصر أم الخلول؟ طبعا أم الخلول من قديم الأزل إحنا أقدم أمة في الكون من أيام الملك فاروق لو سمحت ممكن تبطل كلامي وتركز في السواقة؟ ها؟ عشان انت كده قربت تفضحني سيدي براحته أنا مبسوط قوي إن أنا بسمع حد بيتكلم باللهجة المصرية اللي أنا بحبها بص يا حبيبي أيوه الشنطة دي
اللي بتجيب الفلوس. ازاي بقى؟ دي فيها عده ادوات الوشم بتاعتي. فهمت انا كده بقى، فهمت انا امان باشا كده بقى، فهمت. يعني حضرتك بقى كده غيرت من مهنه التنتور الرسم لتجاره المواشي. مواشي؟ مش هو بيقول بتاجر في بيعمل المواشي دلوقتي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ الدكتور يقصد يعني ان هو طور من الرسم بتاعه، خلاه وشم على الجسم. خلاه وشم على الجسم. يلا بقى، هي نوايا. اتفضلوا يا باشا. الحمد لله على السلامه. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. شكرا. اتفضل. بس عايز اسال سؤال، يعني معلش، يعني لا مؤاخذه، يعني هل الرسم ده يعني لا مؤاخذه يعني شغلها بتكسب ولا في الفلنكاشي؟ ايه فلنكاشي دي؟ ها؟ ايه فلنكاشي دي؟ فلنكاشي يعني هل هي بتجيب في الناس في اوروبا بيقدروا الفن التشكيلي خالص. عارف انا اخر لوحه انا رسمتها اتعمل عليها مزاد عالمي اتباعت بكام؟ اكيد انت رسام عالمي مش اقل من 3 4000 جنيه. اتباعت ب 35 مليون دولار. لا والله الحقيقة امان امان الحقيقة يا استاذ امان بيقول لي 35 مليون دولار. اتفضل يا باشا. ايه اللي انا شايفه ده؟ ده الراجل مش مركز مع اي حاجه غير مع الواد اللي انت جبتيه ده، اللي اسمه ايه ده؟